السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مستر رضا محمد من قناه ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض تيست 1 الاختبار الاول على يونت 3 للصف السادس الابتدائي، وده موجود معانا في بيج 185 من كتاب جيم. تعالى كده يلا نبدا بحل سؤال الليسنج، وتركز معايا بحيث ان انت تعرف هتختار ايه ولا بي. نمبر 1، هاو ماتش از ابل باي؟ اتس 10 باوندز. How much is the apple pie? It's 10 pounds. وبالتالي يا اولاد هو قال هنا it's 10 pounds اللي هي 10 جنيه، وبالتالي هنختار هنا ايه؟ B. Number 2. What did you do yesterday? I chopped vegetables yesterday. What did you do yesterday? I chopped vegetables yesterday. وبالتالي انا قلت هنا ايه؟ قلت I chopped vegetables yesterday، وبالتالي هنختار هنا A. نمبر 3، ركز بقى على السؤال عشان هتختار سؤال يا ايه يا بي. نمبر 3، Do you like apple pies? Yes I do. Do you like apple pies? Yes I do. يبقى انا كده سألت بخصوص السؤال اللي فيه كلمة apple pies اللي هي فطار الايه تفاح، يبقى بالتالي هنختار هنا ايه بي. نمبر 4، How much are the lemon pies? They're 5 pounds each. How much are the lemon pies? They're 5 pounds each. يبقى انا برضو قرأت السؤال اللي فيه كلمة lemon، اللي هي lemon pies اللي هي فطار الايه الليمون، وبالتالي هنعمل دايرة هنا على ايه على A. Number 2 بيقول لي listen and complete، محادثة بين نهى وسالي. فنهى هنا بتقول ايه؟ Where did you go yesterday؟ أين ذهبت ايه بالأمس؟ انت رحت فين امبارح؟ فسالي قالت لها يا اولاد I went to the supermarket. I went to the supermarket. وبالتالي الكلمة اللي ناقصة هنا كلمة ايه؟ supermarket. بعد كده هنا نوع قالت لها ايه؟ Who wanted you to go? Who wanted you to go? يعني مين اللي كان عاوزك تروحي؟ وبالتالي هنكتب هنا كلمة ايه؟ go. ردت سالة قالت لها My mother wanted me to go. My mother wanted me to go. يبقى بالتالي هنا الكلمة اللي ناقصة اللي هي كلمة ايه؟ mother. ردت عليها نوى وقالت لها What did you buy? What did you buy? قالت لها I bought some groceries. اشتريت بعض منتجات البقالة. وبالتالي لما اقول What did you buy يبقى الكلمة الناقصة هي كلمة ايه؟ did. Number 3. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. We are of water. يبقى هو عاوز يقول ايه؟ in ولا on ولا out ولا about. ايه بقى الكلمة اللي بتيجي او حرف الجر اللي بيجي مع of بمعنى نفذ من عندنا او نفذ من لدينا؟ يبقى بالتالي كنا واخدنا في الكلمات اللي هي بتبقى ايه out of water اللي هي معنى نفذ من لدينا، والاكسبريشن ده ولاد التعبير ده موجود في lesson 1 في الدرس الاول، ولو كان فاتك طبعا الدروس بتاعة اليونت هتلاقيها في الوصف اسفل الفيديو. نمبر 2، I وبعد كده going to wash my hair tomorrow. يعني عندك كلمة ايه tomorrow، وعندك كمان اللي هي going to اللي معنى سوف. طبعا tomorrow ديت من الكلمات اللي بتدل الى على المستقبل. طيب going to هنا القاعدة بتاعتها اللي هي كانت بمعنى سوف بيجي قبلها ايه ولاد؟ بيجي قبلها verb to be اللي هو am او as او are. تمام كده؟ طيب يا ترى بقى I بقى تاخد am ولا as ولا are؟ لا I طبعا I بتاخد am، وبالتالي اقول ايه I am. نمبر 3 هنا بيقول لي حنين puts the groceries in the. حنين وضعت مستلزمات ومنتجات البقالة فين؟ بنحطها في ايه؟ ترولي ولا بيرس ولا تشيك اوت ولا شوب؟ طبعا المستلزمات بتاعت البقالة بتتحط في الترولي اللي هي عربة الايه؟ السوبر ماركت. نمبر 4 بقول I buy things، يعني انا بشتري الاشياء. myself عاوز اقول بشتري الاشياء بنفسي. يبقى بالتالي هنختار هنا ايه؟ قبل ضمائر التوكيد، برافو عليك، قبل ضمائر التوكيد بنحط قبلها باي. يبقى قبل ضمائر التوكيد زي myself و herself و itself و yourself والكلام ده كل ده بيجي قبله ايه؟ باي. نمبر 5، I وبعد كده بقول a bus to school last Sunday. هتلاحظ هنا ان انت عندك كلمة ايه؟ bus، وbus كان بيجي قبلها فعل معين وموجود فيه كلمات الدرس التاني، وبرضه مهم جدا ان انت تكون حافظ الكلمات دي. يا ترى بقى باس كان بيجي قبلها ايه؟ had ولا took ولا got ولا ironed؟ طبعا كلمة باس كان بيجي قبلها ايه؟ took، اللي هي took a bus بمعنى اخذت الايه؟ الاتوبيس او ركبت الاتوبيس يعني.
كانت بيجي معاها take a bus، وهنا هستخدم الايه الماضي بتاع take اللي هو مين took، وهستخدم طبعا الماضي تحديدا ليه عشان كلمة last هنا في الماضي الاحد الماضي. نمبر 6 هنا بقول my mom chopped to make lunch. يا ترى بقى الفعل اللي هو chop هنا اللي هو بمعنى يقطع ويخرج كان بيجي مع كلمة ايه في الدرس التاني؟ يا ترى كان بيجي مع كلمة fruit اللي هي الفاكهة، ولا vegetables اللي هي الخضروات، ولا shirts اللي هي القمصان، ولا cakes اللي هي الطرط او الكيكة؟ طبعا يا ولاد كان chop بيجي مع كلمة ايه vegetables اللي هي معناها يقطع او يخرط اللي هي الخضروات، انما كلمة fruit كان بيجي معاها كلمة ايه slice. نمبر 7 هنا بقولي sorry mom، اسف ايه يا امي، وبعد كده I to buy the groceries. يبقى I ايه بقى؟ remembered انا تذكرت، ولا ate اكلت، ولا saw رأيت، ولا forget نسيت. طبعا هستخدم هنا كلمة forget اللي هي معناها نسيت اشتري مستلزمات البقالة، عشان كده هو هنا في البداية بايه بيعتذر. نمبر 8 منى and Ali walk to school by، يعني منى وعلي بيذهبوا او ذهبوا الى المدرسة بواسطة ايه بقى او بايه؟ هنستخدم هنا ضمير التوكيد يا اولاد اللي هو بيشير لمنى وعلي. طبعا منى وعلي ده اسم جمع كده، وبالتالي انا هعتبر الجمله كانها بادئه بذي، وضمير التوكيد بتاع ذي اللي هو yourself ولا ourselves ولا themselves ولا yourselves. طبعا ضمير التوكيد يا اولاد اللي هو بتاع ذي اللي هو ايه themselves. يبقى لما تلاقي الجمله بتاعتك بادئه باسم جمع بشخصين اوكي او اسم جمع، اعرف على طول ان انت كانك بادئ الجمله بذي، وضمير التوكيد بتاع ذي اللي هو ايه themselves بانفسهم. نمبر 4 circle the odd word and replace it with a correct one. نمبر 1 مدين هنا بعض ضمائر التوكيد اللي هي myself بنفسي، himself بنفسه، herself بنفسها، ومديني كلمه ايه them اللي هو ضمير المفعول بمعنى هم. طبعا انا هشيل هنا ضمير المفعول هنا واحط ضمير توكيد زي التلاتة التانيين، وليكن ممكن احط yourself اللي هي معناها بنفسك yourself. نمبر 2 هنا مديني كلمة lemon اللي هي ليمون، pie اللي هي معناها فطيرة، peach اللي هي معناها خوخة، وapple اللي هي معناها تفاحة. طبعا هتلاحظ هنا ان مدي لك تلات حاجات من الفواكه اللي هي الليمون والبيت والابل، ومديني كلمة ايه باي اللي هي فطيرة. يبقى انا اشيل هنا الفطيرة واحط اي حاجة من الفروتس من الفواكه، وليكن مثلا كلمة اورنج. نمبر 3 معانا مديني كلمة walk اللي هي معناها يمشي، ده فعل، ايرون يكوي برضو فعل، سلايس بمعنى يقطع الى شرائح اللي بتيجي مع كلمة فروت، و hungry اللي هي معناها جوعان. يبقى مديني ثلاث افعال ومديني معاهم كلمه hungry اللي هي صفه، وبالتالي انا هشيل الصفه واحط اي verb يا اولاد، وليكن ممكن احط كلمه chop اللي بتيجي مع ال vegetables مع الخضروات بمعنى ايه يقطع او يخرط chop. نمبر 4 هنا بيقول لي او مديني هنا pie اللي هي فطيرة، كيتشن المطبخ، سوبر ماركت اللي هو السوبر ماركت، وبيكري اللي هي الطابونة او المخبز. يبقى مديني هنا تلات اماكن زي ما انتم شايفين هنا اللي هو المطبخ والسوبر ماركت والطابونة، ومديني معايا كلمة باي اللي هي فطيرة. يبقى احنا نشيل هنا الفطيرة اللي هو الاسم، ونحط يا اولاد اي مكان، وليكن ممكن احط كلمة بارك اللي هي معناها حديقة. نمبر 5 هنا مديني كلمة ايرون اللي هي معناها يكوي، ده فعل، باس اللي هو اتوبيس، وتشوب اللي هي معناها يقطع او يخرط، وواش يعني يغسل. هتلاحظ برضو ان هو مديك تلات افعال ومديني معاها كلمة باس اللي هي وسيلة من وسائل المواصلات، فانا هشيل باس واحط اي فعل من الافعال، وليكن ممكن احط كلمة ايت مثلا اللي هي يأكل، او واحد تاني ممكن يحط هاف او بلاي او سليب او اي فعل من الافعال، بشرط ان هو يكون في البريزنت في المضارع زي التلاتة التانيين. نمبر 5 معانا read the passage and answer the questions. تعالى كده نقرأ الفقرة بتاعتنا وبعد كده نجاوب على الأسئلة. Friday is a holiday for all people except my mom. يعني بقول لي الجمعة أجازة لكل الناس ما عدا كلمة except اللي معناها ما عدا. ما عدا مين؟ ما عدا أمي. بتقول it's a busy day for her. يعني إنه يوم مزدحم أو مشغول جدا بالنسبة لها. ليه بقى؟ وليه she stays home؟ بقت في المنزل and does a lot of things، وعملت حاجات كتير قوي وهي في البيت. We help her يعني احنا بنساعدها.
بعد كده بيقول لي she does laundry يعني هي قامت بالغسيل او بتغسل and irons shirts وكمان بتكوي ايه القمصان. My father goes to the supermarket to buy groceries. والدي بيذهب الى السوبر ماركت عشان يشتري مستلزمات البقالة. بعد كده my sister Mona chops vegetables. اختي منى بتقطع الايه الخضروات and slices a fruit وبتقطع الايه الفاكهة. I feed the birds انا بطعم الايه الطيور. وبعد كده بقول لي we have lunch at home احنا بنتناول غداء في المنزل. In the evening بقى في المساء we watch TV يعني احنا بنتفرج على التلفزيون. هنبدأ كده بحل أسئلة التشوز اللي معانا. في نمبر 1 هنا بقول لي مديني هنا space وبعد كده هلبس ايه مام. مين بقى اللي بيساعد أمي؟ my father والدي ولا my sister أختي ولا everyone كل شخص ولا كل واحد ولا my brother. طبعا احنا قلنا هنا أولاد هنا we help her يعني احنا كلنا بنساعدها وبالتالي هنستخدم everyone اللي معناه ايه الجميع او كل واحد. نمبر 2 هنا بقول لي they have lunch يعني هم بيتناولوا الغداء. in a restaurant في المطعم at home في البيت outside بالخارج in a cafe في كافيتيريا. طبعا الكلام ده هيبقى at home اللي هو معناه في المنزل بيتناولوا الغداء فين في المنزل ودي موجودة اهي قدامنا we have lunch at home. نمبر 3 هنا بيقول where does the father go. where does the father go يعني اين بيذهب الاب. الاب بيروح فين لما ترجع برضو للقطعة بتاعتنا هتلاحظ ان هنا بيقول لي ان الاب بيذهب الى السوبر ماركت. يبقى بالتالي بدل ما تقول my father هتقول he. اوكي هشيل my father هنا واحط ايه he. هقول he goes to the supermarket to buy groceries يعني هو بيذهب الى السوبر ماركت عشان يشتري مستلزمات البقالة. نمبر 4 بقى معانا هنا بيقول لي هو سلايسز ذا فروت يعني من قطع الايه الفاكهه. لما ترجع ليه القطع بتاعتنا بيقول لي ماي سيستر مونا تشوبس فيجيتابلز اختي مونا قطعت الخضروات اند سلايسز فروت وقطعت الايه الفاكهه. يبقى بالتالي مين يا اولاد اللي قطع الفاكهه هي مين مونا. هتيجي بقى للسؤال وتشيل هو دايما السؤال اللي هو بادئ بهو بتعمله كده بتشيل هو وتحط اسم الشخص اللي عمل الحاجه دي. يبقى اشيل هو واقول ايه مونا سلايسز ذا فروت يبقى مونا قطعت الايه الفاكهه. نمبر 6 هنا معانا write an email of 7 sentences هتكتب ايميل هنا مكون من 7 جمل. تعالى كده نقرا الايميل كده عشان ناخد منه المعلومات اللي هنحتاجها في كتابته. ولي write an email to your friend Ali to tell him about the day you went to the supermarket to buy groceries. بيقول لي هتكتب ايميل لصديقك علي لكي تخبره عن اليوم اللي انت ذهبت فيه الى السوبر ماركت لكي تشتري منتجات البقالة. بعد كده بيديني المعلومات اللي هي التانية بيقول لي your name is هادي انت اسمك هيكون هادي your email address is hadi@student.com وده بريدك الالكتروني your friend's email address is ali@student.com وده بريد الالكتروني الخاص بصديقي. اول حاجة هنا اللي هي تو بتكتب جنبها البريد الالكتروني بتاع صديقك واللي هو بتاع مين ali@student.com. بعد كده جنب كلمة from بتكتب جنبها البريد الالكتروني الخاص بك انت اللي هو هيبقى مين اللي هو في اسم هادي hadi@student.com. جنب كلمة subject اللي هي الموضوع بتكتب بقى الموضوع وقلنا بنجيبه من بعد كلمة ايه about يا ولاد مع تحويل الضمائر اللي هي زي you بتحولها الى I و your بتحولها الى my. فانا هاخد من بعد about يا مستر واقول the day I حول يو الى I the day I went to the supermarket to buy groceries. ممكن طبعا to buy groceries دي احذفها واقول بس من اول ايه the day I went to the supermarket اليوم الذي ذهبت فيه الى السوبر ماركت. اول حاجه هنا يا اولاد طبعا بنكتب كلمه دير اللي هي معناها عزيزي او عزيزتي وبعدها اسم الشخص اللي انت بعت له الايميل واحنا طبعا بعتين الايميل لمين لصديقي علي اهوت. اكتب ايميل الى صديقك علي وبالتالي انت هتقول له هنا ايه دير علي يعني عزيزي علي وتحط بعد كلمه علي ايه كما وبتبدا بقى جمله الايه المقدمه من تحت ايه اسم علي بحيث ان انت تسيب مسافه زي ما اتفقنا في اول ايه سطر. فهتبدا الجمله المقدمه بتاعتك اللي انت هتبقى حافظها اللي هي هاو ار يو اند يور فاميلي
كيف حالك وحال أسرتك؟ بعد كده يا أولاد أنا هقول إن إمبارح أو أمس والدتي كانت عاوزاني أذهب إلى السوبر ماركت، فأقولها إزاي ديت؟ هقول Yesterday my mother wanted me to go to the supermarket. بعد كده يا اولاد هقول ان السوبر ماركت كان قريب من البيت واقول it was near my house. It was near my house. بعد كده يا اولاد هقول ان انا اخدت النقود او الفلوس وقائمه الايه المشتريات وذهبت الى السوبر ماركت، فاقولها ازاي ديت؟ هقول I took the money and the grocery list and went to the supermarket. بعد كده يا اولاد بما ان السوبر ماركت قريب من البيت هقول ان انا ذهبت ايه على رجلي، فاقول I went to the supermarket on foot. بعد كده هتقول لي ان انا وضعت مستلزمات البقالة في عربة السوبر ماركت، فتقول I put the groceries in the trolley. I put the groceries in the trolley. بعد كده هتقول ان انا دفعت مقابل الايه المستلزمات بتاعه البقاله او البقاله ديت، هتقول I paid اللي هو الماضي بتاع pay. I paid for the groceries. I paid for the groceries. بعد كده هقول ان انا عدت الى المنزل بدري، فاقول I went back home early. I went back home early. بعد كده هقول ان والدتي كانت سعيدة، هقول هنا my mom was so happy. كانت سعيدة جدا. my mom was so happy. وفي الاخر خالص هقول ان انا بحب ان انا اساعدها، فاقول I like to help her. I like to help her. في الاخر بقى يا اولاد هنختم الايميل بتاعنا بالجمله الخاتمه اللي احنا حافظينها اللي هي سي يو سون، اراك قريبا. وتحتها بتكتب كلمه ايه يور فريند او يورز، وتحت كلمه يورز او يور فريند بتحط طبعا الكومه الاول، وبعد كده بتكتب اسمك انت اللي هو مين، هادي. نمبر 7 معانا سؤال الري ارينج، سؤال الترتيب. نمبر 1 هنا بيقول هتبدا هنا الجمله باي، ومديني هنا كلمه هوم اللي هي معناها اللي هو البيت، وستيد اللي هو معناها بقيت، وتيوزداي اللي هو يوم الثلاثاء، وان. هتيجي طبعا هنا هتلاحظ ان هو عاوز يكون معنى كده ويقول انا بقيت في المنزل في يوم الثلاثاء. هقولها ازاي؟ هقول I stayed home on Tuesday. I stayed home on Tuesday. نمبر 2 عاوزنا اكون سؤال بادئ بدو هنا، وده كان جاي في المحادثه لو فاكرين ساعه ما كان رايح يشتري فطائر هنا، فكان بيقول هنا do you have any cherry pies، بمعنى هل لديك اي فطائر بالكريز. تاني do you have any cherry pies. Number 8 punctuate the following sentences. Number 1 هنا بيقول لي did احمد forget the list. طبعا هنا يا اولاد did وبعد كده احمد هنا بدا بال A small، هحولها هنا الى A capital، وهحط في الاخر question mark علامه استفهام عشان ده سؤال، يبقى هنغير ال A بتاعت احمد ونحط في الاخر علامه استفهام. Number 2 هنا بيقول لي you didn't wash your hair. You didn't wash your hair يعني انت لم تغسل ايه شعرك. طبعا هتلاحظ هنا ان هو بادئ بالواي سمول، هنحول الواي هنا الى كابيتال، وهنحط هنا علامه الابريفيشن الاختصار بتاع النفي اللي هي الابوستروفي، يبقى الواي والابوستروفي.
وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه لو كنت بتشاهدنا لاول مره، وما تنساش كمان تعمل مشاركه او شير للفيديو بحيث انه يوصل لعدد كبير من الناس وتفيد غيرك. ولو عندك طلب او استفسار بخصوص اي حاجه سيب كومنت وان شاء الله هرد عليك على طول، واشوفكم في الفيديو القادم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.